أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم. كما تعلمون، التولد إلى الكائنات الحية هو وظيفة تمكن من نقل الحياة عبر الأجيال، وتهدف هذه الأخيرة إلى استمرارية الحياة والحفاظ على النوع. وباعتبار النباتات كائنات حية على اختلاف أنواعها، قادرة على التولد الجنسي مثلها مثل الحيوانات والإنسان، إذن كيف تؤمن هذه الأخيرة تولدها الجنسي؟ علما أنها ثابتة في مكانها ولا تتنقل. إذن للإجابة على هذا السؤال تابعوني. خلال هذا الشريط سوف نقتصر على دراسة التولد الجنسي عند النباتات الزهرية. التساؤلات التي يمكن أن نطرحها هي كالآتي: أولا، كيف يتم التولد الجنسي عند النباتات الزهرية؟ ثانيا، ما هي الأعضاء المتدخلة في هذا التولد الجنسي؟ ثالثا، أين وكيف يتم الإخصاب عند النباتات الزهرية؟ رابعا، كيف تتحول الزهرة إلى ثمرة؟ للإجابة على هذه التساؤلات لنتابع معا. أولا، لنتعرف على مكونات الزهرة. تتكون الزهرة من الأجزاء الآتية: أولا، الكأس والشمراخ الزهري، ويتكون من السبلات. ثانيا، التويج، ويتكون من البتلات. ثالثا، الأستية، وتتكون من جزئين: المئبر والخيط. رابعا، المدقة، وتتكون من ثلاثة أجزاء: الميسم، القلم والمبيض. بعدما تعرفنا على مكونات الزهرة، سوف نقوم الآن بالكشف عن الأعضاء المتدخلة في التولد الجنسي عند النباتات الزهرية. لذلك سوف نقوم بالتجربة الآتية. خلال التجربة سوف نقوم بدراسة ثلاث حالات. الحالة الأولى: لدينا زهرة، نأخذ فرشاة ونقوم بفرك الزهرة، ثم بعد مرور 15 يوما نلاحظ النتيجة المحصل عليها. النتيجة المحصل عليها: تحولت الزهرة إلى ثمرة. الحالة الثانية: بالنسبة للزهرة في الحالة الثانية، سوف نقوم بتغطية ميسم المدقة، ثم بعد ذلك نأخذ الفرشاة ونقوم بعملية الفرك بنفس الكيفية السابقة. بعد مرور 15 يوما لم تتحول الزهرة إلى ثمرة، وإنما دبلت وماتت. الحالة الثالثة: خلال هذه الحالة لدينا زهرتان. بالنسبة للزهرة الأولى، سوف نقوم بنزع المدقة ونترك الأستية. أما بالنسبة للزهرة الثانية، سوف نترك المدقة ونقوم بنزع الأستية، ثم بعد ذلك نأخذ فرشاة ونقوم بفرك أستية الزهرة الأولى، ثم بعد ذلك نفرك ميسم الزهرة الثانية. سوف نركز على النتيجة الملاحظة على مستوى الزهرة الثانية. إذن بعد مرور 15 يوما تحولت الزهرة الثانية إلى ثمرة. الآن سوف نقوم بتفسير النتائج المحصل عليها. بالنسبة للحالة الأولى والثانية من التجربة، التساؤل الذي يطرح نفسه هو: لماذا تحولت الزهرة في الحالة الأولى إلى ثمرة، بينما الزهرة في الحالة الثانية لم تتحول إلى ثمرة وإنما دبلت وماتت؟ السبب وراء تحول الزهرة الأولى في الحالة الأولى إلى ثمرة راجع إلى وجود الأستية والمدقة معا داخل نفس الزهرة، وبعد القيام بعملية الفرك انتقلت حبوب اللقاح من مئبر الزهرة إلى ميسم الزهرة. أما فيما يخص الحالة الثانية،
السبب وراء عدم تحول الزهرة في الحالة الثانية إلى ثمرة راجع إلى تغطية ميسم المدقة الذي حال دون انتقال حبوب اللقاح من المئبر إلى الميسم بالرغم من القيام بعملية الفرك، وبالتالي دبلت الزهرة وماتت. أما فيما يخص الحالة الثالثة، السبب وراء تحول الزهرة الثانية إلى ثمرة بالرغم من نزع الأشتية راجع إلى نقل حبوب اللقاح بواسطة الفرشاة من الزهرة الأولى إلى الزهرة الثانية. نستنتج من خلال تفسير النتائج المحصل عليها أن السودات مفرد الأشدية هي العضو التناسلي الذكري ويحتوي على حبوب اللقاح، وتعتبر المدقة العضو التناسلي الأنثوي وتحتوي على البويضات. بعدما كشفنا عن الأعضاء المتدخلة في التوالد الجنسي عند النباتات الزهرية، نمر الآن للتعرف على ظاهرة الأبر وأنواعه. عند النباتات الزهرية يسبق الأبر الإخصاب، وهو نوعان: أبر مباشر وأبر غير مباشر. يكون مباشرا إذا تم نقل حبوب اللقاح من مئبر زهرة إلى ميسم نفس الزهرة كما رأينا في الحالة الأولى من التجربة، ويكون غير مباشرا إذا تم نقل حبوب اللقاح من مئبر زهرة إلى ميسم زهرة أخرى كما رأينا في الحالة الثالثة من التجربة. نمر الآن للتعرف على عوامله. حسب نوع الناقل المستعمل في نقل حبوب اللقاح نميز عدة عوامل للأبر عن طريق الحشرات. تتدخل الحشرات في نقل حبوب اللقاح مثل النحل. يعتبر النحل أهم ناقل لحبوب اللقاح. فيما يخص نقل حبوب اللقاح من طرف النحل، فإن هذه الأخيرة أثناء جولتها داخل الحقول بحثاً عن الغذاء وبحثاً عن الرحيق من زهرة إلى أخرى، فهي تقوم بنقل حبوب اللقاح بشكل عفوي أثناء تواجدها في قلب الزهرة، وهكذا تقوم بعملية الأبر. ثم عن طريق الفراشات، الطيور، عن طريق الرياح. حركة الرياح تؤدي إلى اهتزاز أوراق الأزهار، وهذه الاهتزازات تسمح بتناثر وانتشار حبوب اللقاح. عن طريق الإنسان. يتدخل الإنسان في عملية الأبر، وذلك باستعمال أداة كالفرشاة كما رأينا في التجربة، أو أداة أخرى تسمح بنقل حبوب اللقاح من زهرة إلى زهرة أخرى أو داخل نفس الزهرة. بعدما تعرفنا على ظاهرة الأبر وأنواعه، نمر الآن لنتابع مصير حبة اللقاح. عندما تصبح حبة اللقاح على اتصال بميسم الزهرة، تنمو بإنتاج أنبوب يسمى أنبوب اللقاح. يسمح للمشيج الذكري بالتنقل نحو المشيج الأنثوي للالتقاء به داخل الكيس الجنيني، حيث يتم اتحاد نواتيهما لإعطاء بيضة. تسمى هذه الظاهرة بظاهرة الإخصاب عند النباتات الزهرية. بعد الإخصاب تحول البيضة إلى بذرة، ويتحول المبيض إلى ثمرة. وبهذا أعزائي نكون قد أنهينا وحدة التوالد الجنسي عند النباتات الزهرية. نضرب لكم موعدا آخر مع وحدة التوالد الجنسي
عند النباتات اللا زهرية. إلى اللقاء.